بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في حديثه عن الزكاة: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، انتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فقد ورد ذكرها مقرونة مع الصلاة في 82 موضعا من القرآن، مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام. والزكاة لغة الطهارة، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم من الكفر والأخلاق الرذيلة. وفي الأثر: زكاة الأرض يبسها، يعني طهارتها من النجاسة إذا نشفتها أشعة الشمس. وتطلق الزكاة ويراد بها النماء، يراد بها النماء والزيادة، لأنها تنمي المزكى وتزيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده. فالزكاة إذن تطلق على الطهارة من الأنجاس والأقدار الحسية والمعنوية، وتطلق على النماء والزيادة والبركة. والزكاة أنواع، منها زكاة النفس، قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وتزكية النفس تطهيرها من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي والأخلاق الذميمة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك يتزكي النفس من البخل والشح. النوع الثاني زكاة البدن، وهي صدقة الفطر، صدقة الفطر من شهر رمضان، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
من بر أو تمر أو شعير أو أقط على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فهي زكاة عن البدن. والنوع الثالث زكاة الأموال، وزكاة الأموال ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، قد فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهي فريضة عظيمة وشعيرة ظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهي فرضت على المسلمين بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها المسلمين، وأرسل صلى الله عليه وسلم السعاة الذين يجبون الزكوات من أهل الأموال، وبعث صلى الله عليه وسلم الذين يخرصون الثمار من أجل معرفة ما يجب فيها من الزكاة، فهذا مما يدل على الاهتمام بأمر الزكاة، وأنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يهتم بها وأن يلزم بها كل مسلم تجب عليه الزكاة، وأن لا يتهاون بها. فمن جحد وجوب الزكاة فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولما علم من الدين بالضرورة. ولو كان يرى أنها مستحبة وأنها طيبة، لكن يقول ليست بفرض، من شاء يزكي ومن شاء لا يزكي، فإن هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. وأما من منعها بخلا وهو يقر بوجوبها، فهذا يجب على ولي الأمر إلزامه بدفعها، فإن أبى فإنه يأخذها منه ويعزره، وإن احتاج الأمر إلى قتال بأن يكون عند الممتنع من الزكاة شوكة فإنه يجب قتاله حتى يخضع للزكاة، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة حتى أخضعوهم لحكم الإسلام ودفع الزكاة، مما يدل على مكانة هذه الشعيرة العظيمة، وهي حق للفقراء، والمصارف المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فهي ليست من باب الاستحباب أو من باب التبرع، بل هي حق واجب في مال الغني للفقراء ومن ذكر معهم. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم،
للسائل والمحروم، وقال في الآية الأخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهي حق واجب، ليست من باب التبرع أو من باب الاختيار، من شاء أخرجها ومن شاء لم يخرجها، بل هي أمر إلزامي في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول. نعم، تجب الزكاة على المسلم إذا توفرت خمسة شروط. الشرط الأول الحرية، فلا تجب الزكاة على المملوك وإن كان بيده مال، لأن ماله لسيده، وإنما تجب على الحر الذي يملك النصاب فأكثر. الشرط الثاني الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب بها ما دام على الكفر، لأن الزكاة عبادة، والعبادات لا تصح إلا من المسلم، وإذا أسلم الكافر فإنه لا يطالب بما ترك من الزكاة قبل إسلامه، وإنما تجب الزكاة على المسلم. الشرط الثالث ملك نصاب، لأن يملك الإنسان نصابا من المال، والنصاب مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عنه لم تجب فيه، والنصاب يختلف باختلاف الأموال، فالدراهم لها نصاب، يعني الفضة لها نصاب، والذهب له نصاب، والإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، والخارج من الأرض له نصاب، فأنصب الزكاة مقدرة في الأموال، كل مال بحسبه كما يأتي بيانه. فمن لم يملك نصابا من هذه الأموال فإنها لا تجب عليه الزكاة. والشرط الرابع استقرار الملكية، استقرار الملكية، وذلك مثلا في الثمار والحبوب، فإنه إذا بدا صلاحها وجبت فيها الزكاة، ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالتمكن منها، فما دامت على رؤوس الشجر أو على رؤوس الزرع فإنه لا يتمكن منها تمكنا تاما حتى يحصد الزرع ويؤويه في الجرين، وحتى يجد النخل، فلو أصابت الزرع أو أصابت النخيل آفة قبل الحصاد وقبل الجذاذ وتلف من غير تفريط من صاحبه فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأن ملكه لم يستقر عليه بعد ولم يتمكن منه، يعني لا يطالب بإخراجها لأن ملكه لم يستقر على هذا الشيء. الشرط الخامس مضي الحول، أي 12 شهر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي يمر عليه 12 شهرا من حين تملكه. قال: في غير المعشر، أي غير الأموال التي يجب فيها العشر، وهي الحبوب والثمار والخارج من الأرض، فإن زكاة الخارج من الأرض
تجب عند حصاده ولو لم يتم عليه سنة، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، أحسن الله إليكم. قال: في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة. كذلك يستثنى من مضي الحول نتاج السائمة وهو أولادها، فإن حول أولاد السائمة حول أمهاتها، إن كانت الأمهات قد بلغت نصابا، وإن كانت الأمهات لم تبلغ النصاب فإنه يكمل بالنتاج النصاب، تجب الزكاة من كمال النصاب، يبدأ الحول من كمال النصاب. أما إن كانت الأمهات نصابا وأنتجت في أثناء الحول فإن أولادها تزكى معها، ولا يشترط مضي الحول على الأولاد، لأن حول الأولاد حول الأمهات. وكذلك ربح التجارة حوله حول رأس المال، فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي الجميع، رأس المال والربح، وإن كان الربح لم يحصل عليه إلا بعد فترة طويلة، فإن حوله حول الأصل، فلو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه لا يحتسب للربح حولا مستقلا، وإنما حوله حول رأس المال إن كان رأس المال نصابا. أما إن كان رأس المال دون النصاب فإنه يضم إليه الربح، فإذا بلغ النصاب بدأ الحول على الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. بينا هذا. نعم. ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ولا نعم. زكاة واحد. نعم نعم، الزكاة تجب في ملك الإنسان من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما يأتي، سواء كانت هذه الأموال بيده أو كانت هذه الأموال ديونا له على الناس. إذا كانت هذه الأموال ديونا له على الناس فإنها تجب فيها الزكاة كالأموال التي بيده، لأنها ملك له، وما دامت ملكا له وتم عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة. ولكن الدين إن كان على موسر باذل فإنه تجب فيه الزكاة، سواء قبضه أو لم يقبضه، إذا مضى الحول يزكيه سواء قبضه أو لم يقبضه، لأنه متمكن من أخذه منه. أما إذا كان هذا المال على غير ملي، بأن كان على فقير أو على معسر لا يستطيع السداد ولا يدري هل يرجع إليه ماله أو لا، أو كان على مليء على غني لكنه مماطل ولا يدري هل يتمكن من أخذ حقه منه أو لا، فهذا لا يجب عليه إخراج الزكاة ما دام هذا المال في ذمة هذا الفقير أو هذا المماطل حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه. قد اختلف العلماء عن كم يزكيه، فمن العلماء من يرى أنه يزكيه عن جميع السنوات الماضية، ومن العلماء من يرى أنه يزكيه عن سنة واحدة هي سنة القبض، ومن العلماء من يرى أنه يستقبل به سنة جديدة، يبدأ من حين قبضه، تبدأ السنة من حين قبضه، فإذا تم عليه سنة بعد القبض فإنه يزكيه، لأنه فيما مضى لم يتمكن من أخذه ولا
يدري هل يحصل عليه أو لا. نعم أحسن الله إليك. ولعل الراجح إن شاء الله أنه يزكيه، القول الثاني أنه يزكيه لسنة واحدة، سنة القبض. نعم أحسن الله إليكم. قال: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. سبق الكلام في من له دين على الناس، وهذا الكلام الجديد هذا في من عليه دين، من عنده مال ولكن عليه دين. قال: هذا الدين إن كان ينقص النصاب فليس عليه زكاة، وإن كان هذا الدين لا ينقص النصاب فإنه يخصم بقدره، وما بقي بعد الدين فإنه يزكيه، يعني يخصم من المال الذي عنده قدر ما عليه من الدين، هذا لا زكاة فيه، ثم الباقي عليه زكاته. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني وهو الذي يفتى به الآن أنه يجب عليه أن يزكي جميع ما عنده ولو كان عليه ديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة من الأموال ولم يستفصل أصحابها هل عليهم ديون أم لا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو كان المال ظاهرا وكفارة، يعني لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، هذا على القول الأول. والمال الظاهر هو الزرع وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وأما المال غير الظاهر فهو النقود. نعم. قال: وكفارة كدين. كفارة عليه كدين، كفارة عليه مثل الدين، لأنها دين لله سبحانه وتعالى، فإذا كان عليه كفارة ويتنقص النصاب فإنه لا زكاة عليه على القول الأول. نعم. قال: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. نعم، تجب الزكاة في النصاب سواء كان كبارا أو صغارا من حين ملكه، يعني يبدأ الحول من حين ملك النصاب سواء كان من كبار الدواب أو من صغار الدواب التي تجب فيها الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم لأحد عماله: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. فقوله اعتد عليهم بالسخلة هذا دليل على أنها تجب الزكاة حتى في الصغار. نعم. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. نعم، إذا طرأ على النصاب طارئ في أثناء الحول بأن تلف النصاب أو تلف بعضه ونقص فإنه لا زكاة عليه في الباقي لانفقاد الشرط وهو ملك النصاب. وكذا لو باعه، لو باع النصاب زال ملكه عنه بالبيع إنه لا زكاة عليه لأنه زال ملكه عنه، لكن تجب الزكاة في القيمة، تجب الزكاة في القيمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وكذلك لو أبدله بغير جنسه، مثلا عنده نصاب من الغنم فاشترى به عددا من الإبل ولكنه لا يبلغ نصاب الإبل، فهذا لا زكاة عليه لعدم ملكيته للنصاب ما لم يكن قصده بهذه الأعمال الفرار من الزكاة. إذا كان قصده ببيع النصاب أو إبداله بغيره، إذا كان قصده الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنه، لأن الحيل لا تجوز لإسقاط
الحقوق التي تجب على الإنسان. نعم. فأبكم الله. قال رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. نعم، تجب الزكاة في عين المال، قوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة. تجب في عين المال، ولكن لها تعلق بالذمة، يعني لو تلف المال، لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه، تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وهذا المال مستقر في ملكه، فإن تلفه لا يسقط عنه الزكاة، إلا إذا كان هذا المال الذي تلف لم يستقر عليه ملكه، كالثمار على رؤوس النخل والزرع في الحقل، فهذا لا، إذا تلف قبل التمكن من أخذه لا تجب عليه الزكاة كما سبق، لقوله فيما سبق في الشروط واستقرار الملك. أما إذا كان ملكه مستقرا عليه وتلف قبل إخراج الزكاة منه، فإن تلفه لا يسقط الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بذمته. زكاة هذا المال الذي تلف وملكه مستقر عليه بعد تمام الحول، زكاته متعلقة بذمة المالك، فيجب عليه إخراجها لأنها صارت دينا في ذمته. نعم. من حيث أنه لما تم عليه الحول كان عليه أن يبادر إلى الزكاة فتأخر. نعم، منها من هذا من الأسباب. نعم، أنه يبادر بإخراج الزكاة ولا يتكاسل لئلا يحصل شيء من العوارض، أن حق الزكاة نزل فيه قبل تلفه، ولإفراغ، نعم، ولإفراغ ذمته من هذا الواجب، ولأن الزكاة وجبت عليه قبل تلف المال، فلا يسقطها تلف المال بعد ذلك، بعد ذلك إذا كان ملكه مستقرا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. ولا بقاء المال، هذا كما سبق، كما سبق أن ذكرنا أنه لا يشترط للوجوب بقاء المال، فلو تلف فإن الزكاة تجب فيه لأنها متعلقة بذمته، أي صارت دينا عليه. نعم. قال: والزكاة كالدين في التركة، إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاة ماله، مات الإنسان وعليه زكاة ولم يخرجها، فإنها تخرج من تركته كسائر الديون التي عليه، لأن الديون التي على الميت تنقسم إلى قسمين: ديون لله عز وجل كالزكاة والكفارات والنذور، فيجب إخراجها من التركة قبل الوصية وقبل الميراث، كالديون التي للمخلوقين، ولهذا قال: والزكاة كالدين، يعني كدين المخلوق في التركة، يجب إخراجها من رأس التركة قبل الوصية وقبل الميراث. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت بخيت بن خليفة الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.